السلام عليكم حبايبي تلاميذ الصف الخامس. درسنا لليوم مكمل للدرس السابق. بالدرس السابق عرفنا أنه مياه على الكرة الأرضية تشكل نسبة 71%، وعرفنا أنه المياه تقسم إلى بحار ومحيطات. اليوم راح نتعرف على شكل قاع البحار والمحيطات. كيف يبدو شكل قاع البحار والمحيطات؟ يوجد في قاع تضاريس كالتي على سطح الأرض. إذن يوجد في قاع المحيط تضاريس كالتي على سطح الأرض تماما، بمعنى أنه عندنا جبال، سهول ووديان، أيضا سلاسل جبال وسهول تغطي معظم قاع المحيط. هسه احنا عندنا بالكرة الأرضية عندنا سهل ووادي وجبل، وأيضا عندي حتى سلاسل من الجبال، نفس الشيء موجود داخل قاع المحيط. إذن تحتوي على براكين ذات فوهات شاهقة ترتفع لتصل لسطح المياه لتشكل الجزر. شنو هي الجزيرة؟ الجزيرة عبارة عن بركان بالأصل ممتد من أسفل من قاع البحر أو المحيط، وبسبب ارتفاعه العالي يرتفع عن مستوى سطح البحر إلى فوق المياه بهذا الشكل، مثل ما تشوفون هسه قدامكم هذا الشكل. بسبب ارتفاع العالي طلع عن سطح المياه ليشكل جزيرة بهذا الشكل، راح يشكل لي جزيرة. طبعا قاع المحيط وانت كونت المياه على الكرة الأرضية، هاي الأرض اللي هي عبارة عن قاع المحيط كانت يابسة، أيضا تحتوي على تضاريس جبال، سهول، وديان، ومن غطتها المياه كونت بحار ومحيطات. لكن قاع المحيط يبقى يحتوي على هاي الأشياء الموجودة على اليابسة كلها، تحتوي على خنادق ووديان عميقة تشق قاع المحيطات. تحتوي على شنو خنادق؟ هذا تشوفوا قدامكم بهذا الشكل، هذا خندق يشق قاع المحيط بهذا الشكل، تحتوي أيضا على وديان عميقة. حواف القارات، ما هي حواف القارات؟ من العنوان واضح معنى حافة القارة. طبعا احنا قلنا اليابسة شنو؟ اليابسة عبارة عن قارات. هسه عندنا هاي القارات هي اليابسة. اليابسة على كوكب الأرض تقسم إلى 7 قارات. إذا حواف القارات شنو؟ حواف القارات هي الجزء المتصل بالبحار والمحيطات، هذا الجزء اللي هو حافة القارة يكون شنو؟ يكون متصل بالبحار والمحيطات، فهذا يكون حافة القارة. ما هو تعريف حواف القارات؟ هي جزء القارات المتصلة بالبحار والمحيطات بشكل مباشر. جزء القارات المتصلة بالبحار والمحيطات بشكل مباشر. كيف يمكننا قياس أعماق البحار والمحيطات؟ أنا عندي تقنيات حديثة لقياس أعماق البحار والمحيطات، منها تقنية السونار بالإضافة إلى الغواصات. تعرفون شنو يعني غواصات؟ الغواصة هي سفينة لها القدرة أنه تغوص داخل البحر، تكون عليها غواصة تكون مغلقة من جميع الجهات وإلها القدرة أنه تغوص داخل المياه. هاي الغواصات تكون مثبتة بها كاميرات، الكاميرات تصور لي قاع المحيط وتصور لي الكائنات الحية اللي بداخله، وبالتالي إن القدرة على قياس أعماق المحيطات واكتشافها من خلال تقنيات السونار الحديثة. هاي السفينة هسه قدامكم مثل ما تشوفون بهاي الطريقة قاعد تبث إشعاعات، هاي الإشعاعات إلها القدرة على قياس أعماق المحيط أو البحر. هاي اسمها تقنية السونار، وهي تقنية حديثة لقياس أعماق البحار، بالإضافة مثل ما قلنا بالإضافة إلى الغواصات تحتوي على آلات تصوير إلها القدرة أيضا على قياس العمق. الأقمار الصناعية، أي الأقمار الصناعية اللي موجودة بالفضاء، هاي الأقمار الصناعية إلها القدرة على استكشاف الكرة الأرضية بشكل كبير جدا، بحيث توصل حتى إلى أعماق البحار.
بهذا الشكل توصل حتى إلى أعماق البحار الصناعي والمحيطات. القمر الصناعي له القدرة على قياس أعماق البحار. الأقمار الصناعية التي تزودهم بالمعلومات عن البحار والمحيطات. آخر شيء عندي قياس الأعماق عن طريق صدى الصوت. قياس الأعماق عن طريق صدى الصوت. طبعاً اخترعت آلات وأجهزة ترسل الصوت إلى أعماق المحيط وتستقبل صداه من القاع. بهذا الشكل ترسل موجات صوتية راح تصطدم بقاع المحيط. راح تصير راح ترجع ترتد إلى السفينة عن طريق هاي المسافة. الذهاب والإياب موجات الصوتية راح يقيسون قاع المحيط. من خلال معرفة زمن الذهاب والإياب يمكن معرفة عمق البحر. إلى هنا حبايبي التلاميذ خلصنا تماما درسنا لهذا اليوم. نكون ختمناه تماما بهذا الدرس والدرس السابق. درس حلو وبسيط، أتمنى تكونون حبيتوه.